السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى أربح المكاسب وأجزل المواهب. أيها المسلمون، إن تعاقب الشهور والأعوام على العباد من نعم الله الغزار. قال جل وعلا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد أقسم الله جل وعلا في آيات عديدة من كتابه بأجزاء من الوقت، من الليل والنهار والفجر والعصر والضحى والليالي والأيام. أيها المسلمون، خزائن للأعمال ومراحل للأعمار، تبلي الجديد وتقرب البعيد. أيام تمر وأعوام تكر وأجيال تتعاقب على درب الآخرة، فهذا مقبل وذاك مدبر، وهذا صحيح وآخر سقيم، والكل إلى الله يسير. يقول عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه
فمعتقها أو موبقها. في الدهر أيام تنقلب أفراحا وأفراح تنقلب أتراحا، أيام تمر على أصحابها كالأعوام وأعوام تمر على أصحابها كالأيام. واللبيب من اتخذ في ذلك عبرة ومدكرا. قال جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والأعمال ستعرض يوم القيامة، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فانظر في صحائف أيامك التي خلت ماذا ادخرت فيها لآخرتك، واخلُ بنفسك وحاسبها حساب الشحيح. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون العبد تقيا حتى يكون مع نفسه أشد من الشريك مع شريكه. واعلم أن مضي الليل والنهار يباعدان من الدنيا ويقربان من الآخرة. فطوبى لعبد انتفع بعمره. فحاسب نفسك على ما مضى. والرشيد من وقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها، يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه واستبق بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه وانتهى عن مثله في المستقبل. لأنه مسافر سفر من لا يعود. يقول أبو حاتم بن حبان رحمه الله: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة. وإن غياب محاسبة النفس نذير غرق العبد في هواه. وما أردى الكفار في لجج العمى إلا ظنهم أنهم يمرحون كما يشتهون بلا رقيب، ويفرحون بما يهوون بلا حسيب. قال جل وعلا: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. والاطلاع على عيب النفس ونقائصها ومثالبها يلجمها عن الغي. ومعرفة العبد نفسه وأن مآله إلى القبر يورثه تذللاً وعبودية لله، فلا يعجب بعمله مهما عظم، ولا يحتقر ذنباً مهما صغر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يتفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وإذا جالست الناس فكن واعظا لقلبك، فالخلق يراقبون ظاهرك، والله جل وعلا يراقب باطنك. ومن صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله جل وعلا ظاهره بالصلاح والفلاح. والتعرف على حق الله جل وعلا وعظيم فضله ومنه، وتذكر كثرة نعمه وآلائه، يطأطئ الرأس للجبار جل وعلا، ويدرك المرء معه تقصيره على شكر النعم، وأنه لا نجاة له إلا بالرجوع إليه جل وعلا. وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. يقول ابن القيم رحمه الله: بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته جل وعلا وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وتفقد عيوب النفس يزكيها ويطهرها.
قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب ربها فكان لها قائدا. وإن أضر ما على المكلف إهمال النفس وترك محاسبتها والاسترسال خلف شهواتها حتى تهلك، وهذا حال أهل الغرور الذين لا يحترزون من الوقوع في المعاصي ويتكلون على العفو، وإذا فعلوا ذلك سهلت عليهم مواقعة الذنوب وصغر في أعينهم وبالها. والله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يليق بالمؤمن إلا أن يعاتب نفسه فيقول لها: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ وأما الفاجر فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالمؤمن قوام على نفسه يحاسبها. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة، فتوقى الوقوع في الزلة. فترك الذنب أيسر من طلب التوبة، وأنبها على التقصير في الطاعات. فالأيام لك لا تدوم، ولا تعلم متى تكون عن الدنيا راحلا. وخاطب نفسك: ماذا قدمت في عمرك، وماذا أعددت؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وعاهد نفسك على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد جماعة مع المسلمين، والتزود من العلم النافع والسعي في نشره وتعليمه، وحفظ اللسان عن المحرمات من الكذب والغيبة والبذاءة والفحش. وعليك بالورع في المطاعم والمشارب واجتناب ما لا يحل، واحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام وبذل المعروف للقريب والبعيد، وتطهير القلب من الحسد والعداوة والبغضاء، واحذر من الوقيعة في أعراض المسلمين، واجتهد بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء حقوق الأولاد والزوجة على الوجه الأكمل، وغض البصر عن النظر إلى المحرمات. فالليل والنهار يباعدان عن الدنيا ويقربان من الآخرة، فطوبى لعبد انتفع بعمره فحاسب نفسه على ما مضى. فكل يوم تغرب فيه شمسه ينذرك بنقصان عمرك، والعاقل
من اتعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعد لغده، فخذ الأهبة لآزف النقلة، وأعد الزاد لقرب الرحلة، وخير الزاد ما صحبه التقوى. وأعلى الناس عند الله منزلة أخوفهم منه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بالصلاة على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأصحاب والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك حسن العمل وحسن الختام وحسن اللقاء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تقاربوا، سدوا الفرج، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.